نافذة البريد الإلكتروني الخاص. نافذة البريد الإلكتروني الخاصة بالرسائل. اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد نافذة الرسائل الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي. سوف نقوم بالتعرف على كيفية إيجاد رسائلها الخاصة على حسابك جوجل جيمايل. سوف نأتي إلى الأعلى، نقوم بالضغط على الأعلى هنا، ثم بعد ذلك سوف نأتي إلى نافذة جوجل جيمايل الخاصة بنا هنا، أو إعدادات جوجل جيمايل هنا، ثم بعد ذلك نأتي إلى اجتماعي هنا، نقوم بالضغط عليها. ثم هنا سوف تجد مجموعة من رسائل أو إعلانات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وهنا يمكنك أن تجد مجموعة من التطبيقات. ليس لدي الكثير من الرسائل، ولكن على سبيل المثال يمكنك إيجاد فيسبوك، انستغرام أو غير ذلك إلى شركات اتصال أخرى على حسابك الخاص. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.